الصراع الانتخابي الإيراني إلى الصراع ضد إنفلونزا الخنازير. ففي الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية تحول إنفلونزا الخنازير إلى وباء عالمي، أكد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط وجود 42 حالة إصابة بمرض إنفلونزا الخنازير في إقليم شرق المتوسط. ووصف المكتب خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة درجة الخطورة من فيروس H1N1 بأنها متوسطة. وضعنا في إقليم شرق المتوسط حتى الآن وحتى تحضير هذه المحاضرة هنالك 40 إصابة في منطقة إقليم شرق المتوسط متوزعة حسب الشريحة اللي شايفينها، ولكن بعد تحضير هذه المعارضة أفدنا كمان وبلغنا بإصابتين مؤكدتين في مصر، فالعدد الإجمالي للإصابات في مصر الآن 12 والإجمالي الآن 42، ومعظم هذه الإصابات مستوردة وهنالك إصابات مخالطة لإصابات مستوردة في مصر. أعلنت مديرة منظمة الصحة العالمية مارغريت تشان أن المنظمة رفعت التحذير من وباء الإنفلونزا إلى المرحلة السادسة، وهو أقصى مستوى تحذير لانتشار وباء. استنادا للقرائن المتوفرة وتقييمات الخبراء، تحقق التصنيف العلمي لفيروس إنفلونزا الخنازير وباء، وبالتالي قررت رفع تحذير إنفلونزا الخنازير من المستوى الخامس إلى المستوى السادس. والعالم الآن في بداية انتشار وباء الإنفلونزا في عام 2009، ولا يزال العالم في الفترة المبكرة من الوباء وفيروس الإنفلونزا في انتشار، ولكن قيد مراقبة واحتواء كاملين. خطورة الوباء تتفاوت من دولة لأخرى، وتقع الحالات الخطرة لأشخاص يتجاوزون 30 ويعانون من أمراض مزمنة. وقالت تشان إن التحرك يعكس الانتشار الجغرافي للفيروس، لكنه لا يبين شدة وباء الإنفلونزا H1N1، وإن تقييم المرض عالميا حسب رأي منظمة الصحة العالمية هو أن الوباء معتدل. وأكدت تشان أن منظمة الصحة لا توصي بإغلاق الحدود أو فرض قيود على حركة الناس والسلع والخدمات. من المتوقع يؤدي هذا الإعلان إلى فرض إجراءات صحية مشددة في دول العالم والاستعداد للتصدي لانتشار عالمي للفيروس جغرافيا. الدول الأولى التي انتقلت إليها إنفلونزا الخنازير طبقت إجراءات لاحتواء الفيروس مثل إغلاق المدارس في المملكة المتحدة والحجر الصحي في الصين، ولربما ستطبق إجراءات مماثلة لمزيد من الاحتواء. المشكلة هي أن تكاليف ومواصفات هذه الإجراءات قد تحول دون تطبيقها في الدول النامية والفقيرة.